كانوا اجدادنا زمان وكانت النساء تستخدم الشبه منقوحه للتخلص من مشاكل الترهل ما بعد الولاده يخلطوها بالنشا ويستفيدوا منها نشا وماء او نشا وليمون او نشا وماء الورد ويدلكوا اي منطقه فيها ترهل، نعم لانه قابض وبشد المنطقه المترهله وايضا مفيد جدا للتخلص من الخطوط البيضاء والتشوهات ما بعد السمنه وما بعد الولاده، الخطوط البيضاء جوانب الصدر وجوانب البطن والفخذين فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا منه، ايضا كانوا يستخدموه لمشاكل الجروح لما يكون في عندهم نزف يضعوه على شاش او يضعوه على المنطقه اللي فيها النزف يوقف النزف نزيف الجلد ولا زالوا ايضا الحلاقين واللي يعملوا بصالونات التجميل لما يحلقوا للرجال فبينجرح فبدلك المنطقة في الشب أو شب صرافة فبالتالي بيستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى ناهيكم عن الوصفات اللي بتستخدمها النساء لشد المناطق الحساسة ما بعد الولادة وأيضا لمشاكل التوسع لا حياء بالعلم يستخدموها كغسول مهبلي ويضيفوا عليها المسك إما لتحت الأبط وإما لشد المناطق الحساسه فبالتالي كانوا يستفيدوا من هالخصائص العظيمه للشبه، اذا حتى لشد الوجه وترهلات الرقبه والوجه تدليك المنطقه في الشبه والليمون او الشبه وماء الورد او الشبه يضعوها مع العسل يعملوها كماد او قناع للبشره وايضا كانوا يسكروا المسامات الواسعه يشدوا البشرة وايضا من خلالها يستفيدوا ويشدوا المنطقة فبالتالي اللي عندهم المسامات مفتوحة وواسعة فبيستفيدوا منها ايضا بخلص البشرة من الدهون المتراكمة في مسامات الجلد، سبحان الله البشرة الواسعة اللي عندهم المسامات بشدها وايضا مفيد جدا لتعقيم القدمين وايضا بامكاننا ناخذ من الشبة نضعها في وعاء ونضيف عليها الماء ونعمل مغاطس للقدمين فبالتالي بنستفيد منها الخصائص العظيمه، اذا الغرغره في منقوع الشبه لو اخذنا ملعقه في كوب من الماء وتغرغرنا اكثر من مره لمشاكل اللثه ونزول اللثه وايضا امراض ومشاكل الفم وحتى لخلخلة الاسنان لانه بشد اللثه وبتمسك الضرس وهذه معروفه ومشهوره للجميع فبالتالي هذه وصفات أجدادنا والفوائد العظيمة للشابة اللي احنا نشوف صورتها الآن إذا علاج ترهل اللثة ترهل اللثة فبالتالي بنستفيد منها الخصائص كانوا أجدادنا أيضا يستخدموها فرك فروة الرأس لمشاكل القمل كثير من الإخوة في الدول العربية عندهم مشاكل القمل وبيوض القمل فبالتالي كانوا يدلكوا فيها فروة الرأس ويستفيدوا منها الخصائص العظيمة للشبة إذا الشبة والنشا تدليك على المنطقة المترهلة بيستفيدوا منه رائحة الأبط والعرق بخلصنا منها بعون الله سبحانه وتعالى تعرق القدمين والرائحة النتنة والكريهة للقدمين بإمكاننا نعمل مغاطس الشبة اللي من أسمائها الشب أو حتى الصرافة فبالتالي نستفيد منها الخصائص رخيصة الثمن موجوده كريستاليه مثل الزجاج، موجوده عند كل العطرين وفي منها اقراص تباع لا ما بعد الحلاقه، حتى كانوا يستخدموها ما بعد نزع الشعر للنساء لتقليل نمو الشعر في بعض المناطق الحساسه على الايدين والشوارب والوجه، فبالتالي كانوا يستفيدوا من هالخصائص العظيمه، ايضا من خصائصها اللي ينام دائما يكون عنده اللعاب نازل دائما لعابه نازل فبالتالي غرغره بمنقوحه فبتخف هذه المشكله بعون الله سبحانه وتعالى شوفوا اجدادكم شوفوا هالوصفات الحلوه الجماليه لابداننا ولمشاكل البشره وشد البشره وبتحمينا وبتخفف من التجاعيد لأن التجاعيد من جفاف البشره وايضا ترهل البشره طالما شدينا طالما رجعت بشرتنا ممتازه وفيها نظاره باذن الله سبحانه وتعالى نهيكم عن الفوائد العظيمه لكن استخدامات الشبه ومنقوحها داخليا انا بمنعه نهائيا وبحذر من استنشاقها ويمنع ان الاطفال يستخدموها باي طريقه مهما كانت المشكله عندهم ما بصير نستخدم الشبه ولا منقوحها ولا استخدام حجرها فبالتالي هذه الخصائص العظيمه لكل شيء انا بقدمه لكم بعون الله سبحانه وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا النساء زمان كانت تستفيد من الشبه مع ماء الورد لتصغير الثدي اللي عندهم الثدي مترهل، لا حياء بالعلم هذول أخواتنا وهذول الناس اللي تستفيد من هالشيء الطبيعيه، والله انه استخدامها بيساوي كل كريمات للشد، كل كريمات الشد، ناهيكم عن استخدامها لاقنعه البشره مع العسل لو أخذنا القليل منها وخلطناها مع العسل ووضعناها على الوجه ناهيكم عن استخداماتها مع اللبن حتى للبشرة وحتى للرقبة ناهيكم عن استخداماتها كل النساء وأكثر النساء اللي عندها خطوط ما بعد الحمل وما بعد الولادة النساء اللي عندها توسع ما بعد الولادة مغاطس أو مغطس مهبلي تستفيد منها الخصائص العظيمة ورخيصة الثمن اللي هي الشبة أو الصرافة موجودة نطحنها بالبيت أو العطار يطحن لنا إياها فبنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى للتخلص من الكثير من المشاكل وهذا جنة الأعشاب